نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إيجاد القصص التي تم إخفاؤها على تطبيق فيسبوك. نقوم بالضغط هنا على تطبيق فيسبوك، ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على القصص، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على القصص التي تم إخفاؤها، وهنا سوف تجد جميع القصص التي قمت بإخفائها. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.